وعشان ده يحصل راقبها من بعيد ومن غير ما تحس، عشان لما تحتاجك تلاقيك جنبها. حس بيا، حس بيك ربنا، جعان ما فطرتش. خد خد خد، استنى. احساسك فانوس. صبري صبري. ايوه كل في بالي. ايوه اللي بالك، كل سنه وانت طيب. رمضان بكره. بكره؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. انت شافوا العيال؟ ايوه شافوه. العيال مش فايتة يا خرام. في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاهم يا قهوه. بكره. ايوه. ازاي يحصل كده ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك. ايوه بسرعه. ايوه بسرعه. طياره على السوبر ماركت. ايوه روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه. 40 بيضه. ايوه انا هتصحر لوحدي. يلا خد 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 خد. انا مش مطمن. انا مش مطمن. بكره. ايوه انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه. شفت نسيت بسطرمه. لا لا تعال اطلع معايا، انا ناسي حاجات كتير. تعال تعال. مد معاك. مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك يا جدع، انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص. فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ انا سوسته يا نص برضه بيقول لي يا تخين. ما تقوليش يا تخين دي. انت بس انت بس يا صبري اسكت. انت تقوليش يا تخين دي. فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه، تتحشاني الشهر الجاي ده كله. ها بالعيد كمان. خلاص خلاص امشي يا اخي. ايوه ايوه عرفت عرفت عرفت. اهلا وسهلا. عارف ايوه اشرف، انا معاك اهو. بقول لك انا طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي في البيت. كنت في بيضه اهي. انزيم الحلي. النبي اوعى تنسى. سلام سلام. يا ربيع المعيد خلصت. لازم اي خدمه؟ شكرا 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 يا صبري. شكرا. انت بتعمل ايه؟ بصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداء. ما كلتش رز. ما كلتش رز. يا كله بكره ماشي. ايه؟ ايه؟ يا اخي يا ايه؟ قعد تقلقلك تنقلق معايا. معلش معلش معلش. ايه؟ خلاص يا صبري امشي. امشي يا صبري. وبقول لك ايه؟ لما تخش بكره تنضف اوعى تطلع صوت. طيب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص. على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حط اللي في بقي ده هتفه ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ انا عطشت وانا لحقت. شو كنت خدت منوم؟ كل رمضان انسى، كل رمضان انسى. الو دينا. ايوه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متاخر. لا لا خالص، انا سهران وصايم وكل حاجه. اصل في واحده قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربيه عشان نحضر الدفنه. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه عادل؟ الدفنه في الشرقيه. هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقيه فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه؟ هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها. اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا
هصحى واكلمك. قصدي افتح البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ الحمار اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه خلاص اتفضل اتفضل. الحمار برضه بس كده خلاص. اه حافظ ظبطت كده. اتفضل اتفضل. معلش يا حبيبتي اضحك بخي. ما في حياتك حياتك الباقيه يا اخويا. ما في حياتك الباقيه. بقال الله البقال. اتفضلي اتفضلي يا ماما اتفضلي. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده. ده انا خدوم ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل هو ظرف مفاجئ كده اصل هي كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها. فندم؟ يعني ماتت في رمضان في رمضان سبحان الله. الله يرحمها. دي احلى موت احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 دي اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس. هو مش الشرقيه دي على سفر؟ اه. طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس هجيب اي حاجه كده قبل اللي بيهريه بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير ها وعلى ايس كريم لو عندك ولو في سندوتشات حط. بس انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر. بس بسرعه والنبي. حاضر. الو اكلم تريزا لو سمحت. قول لها جرجس مش موجوده. طب اكلمها تمام. سلام سلام. خدي خدي يا دينا خدي خدي جبت حاجات لينا كلنا رخصه لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجه افتحي لي حاجه اشربها بسرعه وحاجه كلها يلا. ايه ده صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ كرم ابن اخت المرحومه. اهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم هتفطر برضو؟ افطر ايه واحنا مسافرين بجمل ده؟ الشرقيه هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي. خد يا ماما. انا فاطره اكل بس لقمه كده عشان معادي الدواء. اتفضل يا اخي. خلص العصير خلص يا حبيبتي يا غاليه. في عند حضرتك برضو ايس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح. والله ده انا بحبه قوي. اهو شوكولاته. خد الشريط ده شغله لنا مجنون. فضل شريط وده وقت بغنى وراس واحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغل لنا فضيله الشيخ خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيله الشيخ معلش انا ما خدتش بالي. انا اسف انا اسف. والله العظيم هتنزلوا تحت هتشوف الويل. يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش انا. هي اللي فاتت تعبان. التعبان الاقرع هيفتفت عظمك. ملائكة العذاب يا بول الظلام وحدك تحت يا ابن ادم. اخرك متر في متر ونص في 4 متر ونص. ما قالش كده الشيخ. بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ ايوه ده عليه حلاوه صوت تمسه القلوب. قلوب ايه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا. وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. ايوه صح صح. لا مش صح. صح. وبعدين انت تفهم ايه عن الدين؟ مثلا انت فضلت الشيخ البهتاني. لا معلش انا درست فقه في الخليج وعارف انا بقول ايه كويس جدا وجادلهم بالتي هي احسن. لا ده انت فجرت. اوعي اوعي بس يا واد يا كرم لحسن هقول لهم انت كنت بتعمل ايه وانت صغير. خلاص خلاص يا حاجه ارحميني اهو عشان خاطر الحاجه بس. ماشي. كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ مش هقول. يا اخي ما بتعرفش تسوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روحوا انتوا مع الستات واحنا نروح نلحق الجنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا حبيبتي يا غاليه. على مهلك يا ماما. على مهلك. السلام يا غاليه. اتفضلي. السلام عليكم. على مهلك على مهلك. على مهلك. على مهلك. حبيبتي يا غاليه. يا بطني. ايوه بطني بطني. انت الكيس كله. يلا بطني. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. البقاء لله البقاء لله البقاء لله البقاء لله البقاء لله البقاء لله. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري. ده النعش طاير طاير. ايوه طاير. المرحومه تهلول ولا الجنه. هم هم خلينا نكسب ثواب حملها. حملها؟ ايه ده؟ هي المرحومه كانت حامل؟ حامل ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم. استنينا يا حاجه.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ده أتاني المغرب؟ مغرب يا أخي ما تعصت ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. يا رب تولعوا كلكم كلكم تولعوا جهنم. يا رب تولعوا المرحوم المرحوم تولع. عادل معلش انا خبطت لك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص بالعكس، ده انا كنت قاعد زهقان والله وبالعكس انا كان نفسي اجي الطرب جدا خصوصا وانا صايم. عموما تمام الحمد لله كل حاجه حصلت. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالي كتير ما شفتهمش يعني. سيو بقى في مصر ان شاء الله. ميرسي جميل، باي باي. ايه القلب جميل جميل برضو. انا كمالي انا كمالي ومال الشرقيه ومال المرحومه وفي الاخر ما كانش معايا. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ انا ايه اللي كان جابني؟ ايه ده حاج كرم انت ما روحتش معاهم ليه؟ روح روح معاهم روح معاهم روح معاهم. لا لا مش هروح، لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. لا ما انا مش حد ابدا والله. بعدين اصلا احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد شر عليك يعني. قسما بالله العظيم اتقلب معاك، مش هسيبك لا يمكن. ماشي حكر احنا انت بتشتمني. لا ما اقدرش. طب شغل لنا الشريط بقى بتاعك. ايوه كده. ارحمني بقى ارحمني بقى. Oh, my God.